اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما انتم عارفين دايما كل حلقه وكل يوم في برنامج الترند بنقدم احصائيه رقميه على ابرز لاعبي النادي الاهلي خلال الثلاث سنوات الاخيره. ويمكن امبارح كان معانا اثنين من ابرز نجوم الفريق، اليو ديانج ومحمد مجدي قفشه. النهارده بنتكلم على اثنين كانوا من اللعيبه الاساسيين وظاهرين بشكل جيد خلال اخر ثلاث سنين او اربع سنين، لان انضمام كل لاعب في توقيت كان مختلف عن الثاني. محمد شريف انضم في 2018، حسين الشحات انضم في عام 2019، وبالتالي كل واحد كان ليه علامة تاريخية مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وبالتأكيد مستمرين كمان في الفترة اللي جاية. حسين الشحات ليه أهداف مميزة، محمد شريف ليه كمان أهداف مميزة ولقب مهم جدا كان هداف الدوري الموسم قبل الماضي. نبدأ مع بعض ونشوف فيديو جراف لحسين الشحات، أحد أبرز اللاعبين اللي انضموا للأهلي من العين الإماراتي خلال الثلاث سنوات الأخيرة. حسين الشحات من اللعيبة المحظوظة اللي لعبت ثلاث بطولات كأس عالم للأندية، مرتين مع الأهلي ومرة مع العين الإماراتي، وكلنا فاكرين طبعا مشوار المميز مع العين الإماراتي وأيضا مع الأهلي في كأس العالم للأندية سواء في أبو ظبي أو حتى في الدوحة. النقطة المميزة النهاردة بالنسبة لحسين الشحات ومحمد شريف من اللعيبة اللي تقدر تقول عليهم يعني ممكن ياخدوا جايزة اللعب النظيف، يمكن إنذاراتهم قليلة جدا. لو بنتكلم على حسين الشحات طوال الموسم ما خدش إنذارين، ومحمد شريف ثلاث انذارات. نروح نشوف محمد شريف وفيديو جراف كده عن محمد شريف مع الأهلي خلال مسيرته الأخيرة. دي أبرز أرقام حسين الشحات ومحمد شريف، وإن شاء الله بإذن الله نشوف موسم مميز من كلا اللاعبين خلال الموسم المقبل، خاصة على المستوى المحلي والمستوى الإفريقي، لأن أرقام كمان محمد شريف على المستوى المحلي مميزة، ونتمنى كمان يكون في إضافة على المستوى الإفريقي في دوري أبطال إفريقيا العام القادم. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونكمل باقي أخبار النادي الأهلي وكواليس الفريق خلال الفترة اللي جاية.